عشان معجنات زي حالاتي. النهاردة هنعمل مع بعض صفيحة اللحم، طريقة سهلة جدا ولذيذة خالص، وكمان هنعمل منها صنف نباتي. في العجان هبدأ أنزل بنص كيلو دقيق وعليهم ربع كوباية زيت، وطبعا يفضل زيت الزيتون، وعليهم معلقة كبيرة خميرة جافة، وعليهم معلقة سكر صغيرة، وطبعا ما ننساش الزبادي في أي عجينة علشان بتخلي العجينة طرية جدا. حوالي تقريبا كوباية زبادي، وما تنسوش رشة الملح. ونبدأ نشغل العجان، وأول ما مكوناتنا تختلط كويس بزود المية الدافية تدريجي. ونبدأ نشغل العجان. بولة ازاز هحط شوية زيت صغيرين، نكور العجينة بتاعتنا كويس ونغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي. ونبدأ بقى نجهز في الحشو. أول حاجة نبدأ بيها الطماطم، وعليه البصل، كمان فلفل أحمر. ما تنفعش تبقى صفيحة لحم من غير بقدونس. كمان معانا 5 أو 6 فصوص ثوم، ويا عيني على معلقة هريسة الشطة، كمان معلقتين صلصة كبار، معلقتين كبار دبس رمان، كمان الملح، شوية فلفل اسود، طبعا معلقة بهارات كبيرة، ومعلقتين كبار بابريكا. اول ما القوام بتاعنا يوصل للشكل ده ببدأ انزله في البولة اللي هعمل فيها الحشو بتاعي، ونفس الحشوة هنستخدم منها للجزء النباتي اللي قلنا عليه، وهعمل الجزء ده باللحمة المفرومة. اهم حاجة اني اقلبه كويس مع اللحمة، والجزء النباتي هنا هعمله بربع كوباية فول صويا منقوعة كويس، ونقلب برضو المكونات مع بعض بشكل كويس. وده العجين بتاعنا بعد ما سبناه خمر حوالي ساعة، وهنرش شوية دقيق كده، وهنبدأ بعد كده نعجن العجين تاني او نلمه بالشكل ده. بعد كده هنعمله كور صغيرة تقريبا في حجم البيضة، بعد كده هنرش شوية دقيق وناخد اول واحدة معانا. مهم اوي ان احنا نغلفها بالدقيق كويس. بعد كده اول ما بوصل للسمك ده ببدأ احط الحشو بتاعي، وزي ما احنا حابين باللحمة او بالفول الصويا. اهم حاجة ان الحشو يبقى رفيع مش تخين، ونفرده كويس. وفي طاسة بنسخنها على النار نفرد العجينة بتاعتنا، وبنهدي النار بعد كده نغطيها علشان الحشو يستوي كويس. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة وعملنا صفيحة اللحم السهلة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، متنسوش تعملوا لنا لايك وشير، وتابعونا على الوصفة.com. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.